بس لما بدها توظف الناس رح لازم تعطيهم دوافع، مثل ما عم يقول كلي انه هي فكره الجزره والعصايه، انه يعني يا اما بعطيه راتب انا يا اما اذا غلط بعاقبه. بس الفكره انه هاد انسان عم يشتغل لانه هو حابب يشتغل، فانا لا فيني اعاقبه ولا فيني اعطيه الفوائد او اعطيه راتب. فمشان هيك هي الفكره اللي هي الدوافع والعقوبات ما بتشتغل، لانه هدول الناس هم بفراغهم يشتغلوا هذا الشيء. هلا في نظريه لكليشه كثير حلوه برات التوك، مع انه التوك هو معبى افكار، بس كمان هون في اضافه حلوه انه شيء اسمه كوجنيتيف سيرفرز. شو هو بالعربي؟ فاضي معرفي. انه انا لما يكون في عندي وقت او حريه اعمل شيء بحبه، فانا ممكن اعمل شيء ممكن خلي الناس يعملوا شيء مفيد. هلا هيك انبنت ويكيبيديا، انه ببساطه انسان ما عنده شيء يعمله فحابب يقدم شيء. والمذهل بالموضوع انه في عندنا امثله، بدي ارجع على شغله تركتها برا بس ما نوصل بعد شوي. مجموعة الفيسبوك صارت بيوم واحد تضاعف نصوص ومنهاج دراسي للمكفوفين. إذا بتلاحظوا ما بعرفون عدد الأعضاء، بس وصل لمئات خلال يعني ساعات قليلة. وقتها كانت المهمة إنه في عندنا كتاب العلوم للصف التاسع، هي عندنا صارت أنا هذا حسابي على الفيسبوك، منهاج العلوم للصف التاسع، واحتاجوا إنه نحن بدنا متطوعين هلا يتقسموا الكتاب ويكتبوه، لأنه نحن بدنا نطبعه للمكفوفين مشان دراسة. فبساعات قليلة توزع الكتاب اللي هو حوالي 300 صفحة وانكتب بجهود تنسيق كتير متواضعة، يعني أنسة واحدة نسقت الصفحات على الفيسبوك، أعطت الأقسام وبعدين بعثوا لها إيميل ورجعت جمعتهم بساعتين. تخيلوا هذا الحكي لو بدي أنا جهة مؤسساتية تعمل قديش بده يكون صعب. فهي الأدوات فعلا يعني صارت بحياتنا اليومية، نشوف أمثلة كتير كبيرة عنها. هاي اللي حكى عنها كليشيري حكى شغلة كثير مهمة، هي stay at home moms. هون في مخترع عمل برنامج، عمل تطبيق انه بده العالم يتواصلوا مع بعض. هو كان مفكر انه رح يستخدمه لشيء معين، بس اكتشف انه الشريحة اللي استخدمته الاستخدام الفعال هي شريحة ثانية تماما. يعني هون عدد الاعضاء في هاي المجموعة 292,946 شخص. وشوفوا توزع الخريطة عالميا قديش مدن وبلدان. فالفكرة انه احيانا مثل ما حكى بالدوك الماضي تشارلز وانجلد، حكوا انه احيانا نحن بنخترع تقنية بس نحن ما بنعرف ليش اخترعناها، المستخدم هو اللي بيقرر ليش. كمان مثال كثير مشهور اللي هو الاس ام اس لما اخترعوها على شركات الاتصالات ما عرفوا شو لشو بدها تستخدم، بس امتى صار وضح الاستخدام؟ لما وصلت لايدين الشباب ولايدين الناس العاديين، وقتها وضح استخدامه. والاحلى من هيك انه في موقع، لو في انترنت هنا فجيبناكم يعني كمان ان شاء الله بنحطه بالمجموعه اليوم، اسمه يوشي هيدي. هاي خدمه انبنت كان في احداث عنف بهايتي، وكان بكينيا وكانت الحكومه مانعه انه وين عم تصير هاي الاحداث. فببساطه صارت مدونه تقول عن هاي الاحداث، وبعدين قالت اني انا ما عم لحق، فاجوا بنوا لها خدمه بسيطه، وصار احد استخدامات الاس ام اس اللي ما متوقعه انه صاروا يبعثوا اس ام اس بمكان الحادثه، ففورا تيجي الاس ام اس على الموقع وتنزل على الخريطه. والحلو بالموضوع انه لقوا فائده كثير كبيره لهذا المشروع، فحتى هذا المشروع اللي هم عملوه لهي الشغله رجع صار له استخدامات بكثير اماكن مختلفه. فالفكره انه البنيه بس تعطيها للشخص ممكن يستخدمها، او للافراد ممكن يستخدموها باشياء كثير معقده. هلا هون حكى كلي شيركي عن فكره مهمه انه تدوين مقابل الصحافه. بايامنا هاي صار اي شخص بيقدر ينشر اي شيء بده اياه على الانترنت، وهذا الشيء ادى لتطور كثير كبير. بس الفكره انه الصحفيين كثير يعني صاروا وصارت باكثر من مجال انه طيب هي شغلتنا، انه كيف انت بتقدر
بتحكي اللي بدك اياه، وين الوثوقيه، وين الى اخره، 60,000 قصه ثانيه. بس الفكره انه ما هون المشكله، المشكله مثل ما حكيت لي انه في عندنا نحن شغله بدنا نحلها، بدنا نحن نعرف. فسواء انا عرفنا من خلال الصحافه او التلفزيون او الى اخره، او من خلال وسائل ثانيه. وهذا الشيء بيؤدي لكلام كمان مهم نحن دائما بنحكيه هون، وكمان في كثير توكات اعتد عليه وافكار كثير كبيره، انه المؤسسه انعملت لغرض معين، انعملت لحل مشكله معينه. فاحيانا لما يلتقى حل ثاني للمشكله، الناس بيكونوا كثير تعودوا على المؤسسه، تعودوا كثير على وجود المؤسسه، فبصيروا بيدافعوا عن وجود المؤسسه بدل ما يدافعوا عن المشكله اللي التقى لها حل. فمثلا احد الامثله اللي هي الجامعه، نحن دائما بنحكي انه الجامعه شغله يعني ما عاد لها كثير داعي او كذا. ليش؟ لانه في مشكله عندنا بجامعاتنا انه ما عم تتقبل اللي عم يصير. هي احد الاشياء اللي صارت، احد الامثله عن الموضوع انه الشباب احد الايام عندنا بالكليه انعطوا وظيفه، فكانوا هم يحسوا حالهم انه مظلومين بهي الوظيفه وانه كثير مضغوطين والى اخره. فببساطه عملوا مجموعه على فيسبوك، كفوا نلغي وظيفه الزكاة، كانت وظيفه الزكاة، كفوا نلغي وظيفه الزكاة، وبدقائق صارت كل طلاب الدفعه صاروا موجودين على هاي المجموعه، وصاروا يتفقوا انه شلون بدنا نلغي وظيفه الزكاة اللي تسليمها بعد بكره. فالفكره انه كان في طلاب واعيين للمشكله. هلا هي شو المشكله هون؟ انه الطلاب يعني قدروا يتواصلوا مع بعض ويتفاعلوا بغض النظر عن وجود الجامعه. فنحن اقترحنا عليهم، صرنا نقول طيب بما انه نحن موجودين كلنا هون، فيعني كل ادمغتنا شغاله، ليش ما نتعاون حل وظيفه الزكاة؟ وفعلا تغير اسم المجموعه، صار كفو نتساعد بحل وظيفه الزكاة. بس اللي صار انه في كثير طلاب، هلا في طلاب تساعدوا وانحلت وظيفه الزكاة معهم، بس في صار شغله انه جابوا 4 وظائف جاهزه ووزعوها على كل طلاب الدفعه. فثاني يوم بالمقابله انا رحت، يعني في علاقه طيبه بيني وبين الاستاذه اللي عم تقابلهم، فقال لي بهار حجم بيجي لعندي واحد جايب وظيفه جاهزه، بتقوم بقول له اي وحده من الاربعه هي مباشره، بيقوم بينصدم هو، بس بفرجيني اياها، بيقوم بعدين بصير بدافع انه هو حقه، يعني انه ليش انا مزعوجه واذا جبتها جاهزه. فانه اللي مجنني انه شلون جايبها هو غاششها وبعدين عم يدافع انه ايه طيب واذا شو فيها. فالفكره انه الجامعه يعني لسه ما ادركت وجود هي القدره الكبيره بين ايدين الطلاب، انه نحن ايه قادرين نتواصل ونتفاعل. يعني هو الطالب ليش عم يقول ايه شو مشكله؟ لانه بيعرف انه كل طلاب الدفعه عملوا نفس الشغله، يعني انه ليش؟ فهون الفكره انه المؤسسه مثل ما عملت جوجل لازم تعمل جامعاتنا، لازم تعرف انه نحن صار في بين ايدينا طاقات كثير كبيره، طبعا كل المؤسسات، وفي كثير افكار عن وجود هذا الشيء بكل نواحي الحياه، ان شاء الله رح تيجي بالتوكات الجايه ورح تشوفوها شلون عم تصير. هلا الافكار اللي حكاها بلاي شركي، اخر شيء حكى عن شغله انه هو ما بيقدر يتنبا باللي عم يصير. هذا التوك انعطى ب 2005 حكى. طيب شو صار من 2005 لهلا؟ صار في عندنا فابلاب بالعالم. صار انه فعلا الناس عم تستغل هي الطاقات التواصل بشكل كثير كبير وكثير فعال. والمهم اكثر من هيك انه ما بس عندي تواصل، وعندي كمان الادوات. التواصل هو عن طريق الويب والانترنت، والادوات هي الاشياء المفتوحه المصدر، العلم المفتوح المصدر. ببساطه انا صار في عندي، يعني صار تقريبا في استغناء من الناس او الافراد عن المؤسسات، وبلش يظهر هذا الشيء. ففي مثلا احد الاشياء اللي هي مكنت الناس كثير هو شيء اسمه فاب لاب. هذا الفاب لاب هو مختبر تصنيع، صاروا الناس يقدروا يصنعوا الاشياء اللي بدهم اياها لحالهم. فهون استغنوا عن المصانع الكبيره، وهذا الشيء لسه يعني رايح باتجاه كثير متطور، لدرجه انه احد الميكولوجيين توقع انه رح تتحلل المجتمعات وتصير بعدين تواصل حسب الحاجه، لانه صار كل مجموعه من الافراد عندها القدره لتبني هذا الشيء. لسه رح نشوف اكثر. هلا هذا ما شفته، هذا فاب لاب. لاحظوا انه يعني افراد صغار شباب، اي شخص بيقدر يفوت عليه. الفاب لاب مثل ما قلت هو مختبر تقريبا، هو فيه تجهيزات لحتى تقدر تصنع فيه اي شيء، يعني فيه كثير تجهيزات مثلا ليزر كتر، قطع ليزر، في مثلا اله لتصنيع الدارات، في كمان طابعه ثلاثيه الابعاد الى اخره. فهي الادوات بتمكنك تقريبا تصنع اي شيء. فهون الفكره انه انا كفرد ما كان فيني اعمل هي الشغله اللي بدي اياها الا ما اروح شوفها بالسوق.
اما هلا صار فيني اروح على الفاب لاب واصنع. ومثل ما شايفين انه اي شخص بيقدر يفوت على الفاب لاب ويعمل اللي بده. فهذا كان تمكين للمجتمع. مشروع ثاني كثير كبير هو اوبن سورس ايكولوجي. الفكره منه انه بدهم يعملوا 50 آلة بطريقه مفتوحه المصدر وهي الالات هي اللي الالات الاساسيه بالحضاره. فالفكره انه اي مجموعه من الناس صارت تقدر تجيب هذا الدي في دي اللي عليه طريقه لتصنيع اهم 50 آلة بحياه الناس ويقدروا يصنعوه بالبيئه المحليه ويستغنوا عن يعني يستغنوا عن خدمات المجتمع الباقي. فاحد الافكار انه السياره اللي هي اوبن سورس ايكولوجي هي ويكي سبيد. تعاقدوا اوبن سورس ايكولوجي مع ويكي سبيد والسياره هي ويكي سبيد. فالفكره انه شلون عم تتواصل المشاريع المفتوحه المصدر فعلا لحتى تنشئ منظومه جديده. لانه ما عم احكي اكيد انه هيك اللي راح يصير لانه كل شيء فيه اصلا قال انه ما حدا بيقدر يتنبا. بس الفكره انه قديش اشياء جديده عم تنشا بالمجتمع وفعلا احنا لازم ننتبه لها. واللي ما راح ينتبه لها خاصه من المؤسسات واصحاب القرار يعني راح يصير بهامش التاريخ. ما راح يقدر يعمل شيء لانه الناجحين هلا هم اثنين، يا اما الافراد اللي مثل ما قال امجد 2007 قال تايمز انه انت هو رجل العام، يا اما المؤسسات اللي بتستغل طاقات تواصل الافراد. اما اي شيء ثاني راح يكون مشكله. لدرجة انه صار في شيء اسمه بيتكوين من فترة كمان بال 2009. هي عملة مفتوحة المصدر، عملة بتعتمد على الافراد، عملة ما إلى بلد ولا بتعتمد على عملة دولة ولا إلى مصرف تجاري مصرف مركزي. كل الفكرة منها انها هي بتعتمد على شبكات الافراد، الافراد نفسهم بيدعموها. وصلت هي العملة لقيمة مليون دولار امريكي، البيتكوين الوحدة بتساوي 15 دولار امريكي. وبال 2140 رح يصير في 21 مليار بيتكوين. وصارت في كثير مؤسسات يعني مثلا كمان ويكي سبيد بتفوتوا على الموقع بتنزلوا على تحت بتلاقوا انه وي اكسبت بيتكوين هير، ففيك تروح تشتري سياره بالعمله الالكترونيه. هلا شو الفكره انه طبعا طورت الخوارزميات، بس الفكره انه انا ماني محتاج اصلا للعمله الحقيقيه. ليش؟ لانه موجود العالم الافتراضي وانا فيني بادل شيء. يعني اذا انا قلت انه هي الشغله في لها هي القيمة، فأنا فيني أعطي، أو إذا اتفقوا الناس كلهم اللي هي شبكة الأفراد اتفقوا إنه هاي الشغلة لها هي القيمة، فخلص بين بعضهم صاروا بيقدروا يشتروا فيها لأنه هم متفقين وهم عددهم كتير كبير. فكمان لاحظوا لأي درجة وصلت إنه الناس استغنوا عن المؤسسات حتى المصرفية وحتى استغنوا عن أموال الدول وإلى آخره. فالمستقبل مذهل فعلا، وإن شاء الله رح تشوفوا لسه أمثلة رائعة بباقي التوقيت. وشكرا كثير لكم. هي انا حابب اختم بشغلتين. انه كيف بالضبط مثالين بالضبط. نحن حكينا طبعا انه كيف سيارات بتفتح المصدر، شحنات بتفتح المصدر والى اخره. احاول احكي مثالين بس ربما نحن حياتنا اليوميه، بس هن شيء كثير كبير. نحن بالعاده لما قبل الانترنت، قبل ما يصير في فيسبوك وكذا، شو كنا نحن نساوي لما بدي خلقنا؟ ببساطه بنفتح التلفزيون، تفتح التلفزيون بتضل تقلب تقلب تشوف شو فيه. النقطة الجوهرية اللي عم تتيح الأدوات الجديدة لا سيما الإنترنت والويب 2، إنه أنت لما عم تصير وقت فراغك أنت عم تنتج، مو بس عم تضيع وقت. ويكيبيديا انبنت هي من خلال شيء هو اسمه الفائض المعرفي. الفائض المعرفي إنه أنت عم تتسلى. شلون أنت على التلفزيون إنه ما عندك شيء، أنت بس بدك تضيع وقت أو بدك تمرق وقت تستمتع فيه. فويكيبيديا انبنت بنفس هذا الشعور ولكن بشكل ايجابي ومنتج. انه انا انت عم تكتب مقاله فدايخلقك عم تفتح تشوف لقيت هون في صوره ناقصه، بعدين فتت على مقاله لقيت انه في مقاله ناقصه كمان بلشت تكتب فيها. قام اجى واحد اجاك تنبيهات انه في ناس اجوا رجعوا عدلوا عليك، رجعت شوف شو تعديلاتهم. هذا الحس بالمتعه والحس بالشغف هو اللي حقيقه عم يبني هاي المنظومات الكبيره. فهو تلاقي شك يقول جمله كثير حلوه بتختصر هيك، انه انترنت از ران باي لوف. المؤسسات بتشتغل بالعصا والجزره، بس هالانظمه الكبيره مثل لينوكس مثل ويكيبيديا عم تنبنى بس بالشغف وبالمحبه تبعيت الناس انه هن حابين يشتغلوا. فبالتالي لذلك التعاون، المنظومات التعاونيه
قيمتها اكبر اكبر واكبر من الاشياء اللي عم تطلع من العصا والجزره، لانه لانت لما ناس عم تشتغل شيء من قلبها وشيء هي فعلا حاببته، فهذا فعلا عم يكون له قيمه اكبر بكثير انت ما بتقدر تحصل عليها بالعصا والجزره مهما كنت. لذلك شفتوا شلون تمسخر تلاقي شركه على تبع مايكروسوفت انه عم يقول انه انتوا في عندكم مبرمجين بس سووا شغله واحده او شغلتين. فبالحقيقه هذول شغله واحده او شغلتين مايكروسوفت بحياتها ما بتحلم انه تساويهم، لانه هي بكل بساطه حتى لو عرفت انه في شخص في عندي هذا سائق شحنه قدران يساهم، فهي اول شيء ما حتعرفوا انه هو موجود، وثانيا حتى لو عرفت ما فيها توصفه، لانه ما فيها توظف موظف بس مشان فكره وتخليه يروح على البيسبول ويلعب بالملاعب تبعت الشركات. هي الشغله الاولى انه كيف نحن قوه المنظومه التعاونيه هي انه قوه مبنيه على هذا الشيء الفريد. الشغله الثانيه اللي هي ذكرها كمان انه نحن ما عاد بحاجه لحدا ينسق بيناتنا، يعني من زمان لما كنا هي فكره التاجنج اللي ذكرها. فلما انا بدي اساوي انت لما بتفكر حالك بالمواقع التقليديه لما بالمنتديات شو كانوا يساووا؟ لما بدهم يساووا منتدى جديد او بدهم يساووا موسوعه جديده انه تعالوا نحط الخطه، تعالوا نحط التصنيفات الاساسيه، يلا انتم بتستلموا لجنه العلوم، انتم لجنه الحيوانات، انتم لجنه التكنولوجيا، انتم لجنه الزرافه، شو ما كان. فعمليا في عندنا تنسيق مركزي وخطه مبدئيه بنحط لقدام، والمنتدى بيضلوا اقسامه جاهزين وثابتين. هلا بالحقيقه فكره التاجنج قلبت، طبعا بريتانيكا بالمناسبه شفتوا هالطريقه قديش مضحكه؟ بريتانيكا انبنت بهالطريقه، انه في عندنا لجنه مركزيه بدل الامثله مضحكه عم تحط المواضيع العلميه، فانتم استلموا هدول، انتم استلموا هدول، وهاللجنه المركزيه بتسلم القصص للجان المركزيه الثانيه. ويكيبيديا فنحن هلا نتيجه الادوات الجديده ما عندنا بحاجه لننسق بين بعضنا. صار فينا الادب او بالاحرى ما لنا بحاجه نساوي خطط مسبق، وانما التقنيه نفسها هي بتساوي. فعمليا صار انت مجرد عم تحط مثلا لما ويكيبيديا شلون بتصنف المقالات، صحيح ما في خطه بس الناس بتبلش تحط مقالات، ببلش يتصنفوا المقالات، كل واحد بحط تصنيف على المقاله عم تطلع، وببلش يطلع التصنيف من تحت لفوق. فهي كمان من احد يعني احد الميزات الثانيه للنظم التعاونيه، انه هي بتنبنى من تحت لفوق، ونتيجه انه هي عم تنبنى من تحت لفوق فهذا الشيء بيعطيها قوه كثير كبيره كل الناس بيعرفوها، انه هي فعلا عم تكون عم تستجيب للحاجات، عم تكون فعلا عم تبزغ من مشاكل حقيقيه مو من مجرد تصور مسبق. وهون بيذكر كمان كلي شركي بكتابه انه عن اهميه هذا الشيء، انه المانيا باحد الحروب بين المانيا وفرنسا كان في معركه حصلت للاسف ما اسمه الضوء او الشراره. فالمانيا قدرت تتغلب على فرنسا، كانت دباباتها اضعف من دبابات فرنسا من ناحيه القوى النيرانيه. بس الشيء اللي قدرت فيه المانيا تتغلب على فرنسا هو انه جهزت حطت اجهزه اتصالات تتجاوب مع هذا الواقع. انت في ويكيبيديا فيك تكتب مقاله عن الحي اللي ناحك او 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 شيء موجود بمدينتك، الاثر الموجود بمدينتك، بينما بريتانيكا بدها وقت كثير طويل لحتى توصلها. لذلك حتى بريتانيكا بالنهايه مؤخرا عم تحاول تساوي عمليه تشاركيه بالفتح، يعني انت بصير فيك لما تشوف مقاله صار فيك انت صح ما فيك صار فيك تحط معلومه او تحط اضافه، صح ما حتنقبل مباشره، بس هي دليل اخر انه كيف حتى النظم مثل ما قال كلي شركي انه النظم او المؤسسات بلشت تدرك قوه هدول الجموع الموجودين برا وتحاول تستفيد منهم. فبالحقيقه نحن رح نحاول خلال اللقاءات القادمه انه نحن هلا حكينا بشكل مجرد كثير، حكينا عن المؤسسات، حكينا عن يعني حكينا نوعا ما بشكل مجرد، لكن نحن نحاول خلال اللقاءات القادمه انه نحكي بالضبط بالتفصيل اكثر، انه ضمن كل المجالات الاخرى بما فيها حتى المجالات الحساسه اللي كنا نحن ما نتصورها صارت ممكنه. صدقين يوشيهيدي مثلا هي افكار بالويكيبيديا كل العالم بتظن انه هي شو مسخره عملوها عالم، انه قديش عم تستفيد من ويكيبيديا؟ قديش كل واحد من المصريين ما استفاد من ويكيبيديا؟ معلومات اكثر، قد ايه انا استفدت من ويكيبيديا مقابل ما استفدت من الموضوع عن البريطانيه؟ حقيقه الشغلات بتفيدنا يعني كشيء مفيد. يوشيهيدي شلون انه فكرته يعني فادت الزلازل؟ تمام، انه بهايتي عام 2000 مثال ذكر المره الماضيه انه 2011 كان مشكله بهايتي، بتعرفوا يعني هي موجود بامريكا شمال امريكا اللاتينيه، بلد كثير ضعيف وبلد كثير
امكانياته ضعيفه لدرجه انه لما صار الزلزال ما كان في خريطه منوب للبورت اوف برانس. فخلال ظرف يومين شركتين شركات الاقمار الصناعيه طرحت صور مجانيه للناس، واجوا الناس باستخدام برمجيه اسمها اوبن ستريت ماب. طبعا هذا مثال ثاني غير وشبيه، بس اجوا جابوا برمجيه هي مثل الويكي بس للخرائط. فخلال تقريبا 48 ساعه بنوا خريطه كامله للمدينه، وهي كثير ساعدت عمليه الغزه. بينما لو كانوا ينتظروا مثلا منظمه الامم المتحده لبين ما يجتمعوا الخبراء ولبين ما يبعثوا الهليكوبترات والمدري شو لحتى يقدروا يغطوا يعملوا مسح ومدري شو، كان ربما يعني صار كوارث. فبالحقيقه يعني نحن هدول نحن مو بس عم مثل ما اخر شيء قال كلين شركي، نحن مو عم نقول انه واو هذا الشيء بس كول، انه اوه عم نقدر نتغلب على المؤسسات، عم نقدر نلغي وظيفه الذكاء مثلا من الجامعه. لا، هو فعلا فرصه كثير كبيره لنحن نحن نحاول نرجع نفهم متغيرات الاصل. في كثير ناس عم يحبوا يشتغلوا، عم يحبوا يقدموا لمجتمعهم، فلازم كثير اول شيء يخطر ببالهم بدي ساوي مؤسسه، بدي ساوي شيء كبير. لا، هذا الشيء نحن رسالتنا اللي نحن لازم نحاول نغيره. هلا قوانين العالم تغيرت، الانترنت قلبت الدنيا بالعكس لفوق، كنا من نحن بنبلش من فوق لتحت، هلا بنبلش من تحت لفوق. هذا هو الشيء الحقيقه نحن لازم نحاول نستغله، هو رسالتنا بالكيوجر. اخر شيء حابب اختم فيه انه السبت الجاي للاسف يعني ما كنا نحن حاسبين هذا الشيء، حيكون السبت الجاي عيد ان شاء الله، ف حنبلش لقاء، حيلتغى اللقاء القادم وحندمجه مع اللقاءات الاخرى، يعني حيضلوا المواعيد مثل ما هن. فبنشوفكم بعد السبت، مو هذا السبت اللي بعده، او بالاحرى بنشوفكم على مجموعه الفيسبوك، لانه في كثير اتصور في كثير منكم عنده اعتراضات، كثير منكم عنده افكار اخرى. فهلا ربما صعب نحن نتناقش، فحيكون حنتناقش خلال الاسبوعين القادمين بما انه قاعدين بالبيت. خلال هالاسبوعين الماضيين انتم شو عندكم مشاكل؟ برايكم شو في اعتراضات؟ شو في مشاكل بهذه الافكار الجديده؟ شو في عندكم اضافات؟ حنحاول كلنا نتناقش سوا، ونشوفكم ان شاء الله بعد سبتين ان شاء الله.